انت مو شايفه حالتها؟ وكل اللي همك ذكرى زواجنا؟ شو قصتك؟ شفتي مو هيك؟ انت شفتي ابوك كيف حكى معي؟ انا شو قلت له؟ شو عملت؟ هلا اذا تشافي ما صحيت كل الليل، ابوك رح يضل كل الليله هنيك. هذا اليوم بيصادف ذكرى زواجنا، بس هو ماما بترجعكي، هدي حالك، بس روقي، استني شوي. ماما إذا بتريدي روقي، اشربي مي لو سمحتي. ما بدي اشرب مي. ماما بعرف بابا حكى معك بطريقة مو حلوة وما كان لازم يحكي معك هيك، بس هو كان كتير خايف على صحة تشافي. أنا ليش عم فشلك قلبي هلا؟ طبعاً أنتي رح تكوني معهم لأنك بتحبيهم أكتر مني. ماما هذا الشي مو صح، أنا بحبك. نيها روحي نامي، حابة أقعد لحالي شوي. ماما لو سمحتي اسمعيني شوي. نيها أنا قلت روحي. نوم الهنا. إذا زرعتي شجرة تفاح لا تتوقعي تعطيكي مانجا. تأكدي إنه أنتي ما رح تحصدي غير يلي زرعتيه. هلأ أنتي بالماضي قدرتي تاخدي أكشاي من عيلته، واليوم أكشاي اختار إنه يضل بهداك البيت مع بنتي وبناتها. شو إحساسك؟ أنا شفت بحياتي كتير ناس تحول قلبهم لحجر. شو بيصير بالناس اللي ما عندهم قلب اللي بيشبهوكي؟ أكيد الأب لازم يضل مع ابنه لما بيكون ابنه مريض. هاد الشيء أهم من عيد زواجك، هاد هو عقابك. ما رح تحتفلي بعيد زواجك شو ما عملتي. ما بيهمني شو ما نعمل ولا نحكى، أنا رح أحتفل هلأ بزواجي. هلأ أكشاي رح أتعامل معه بذكاء.